ده الجيل اللي كان منايم افريقيا كلها من المغرب، وكنا بندخل اي مباراه مع اي حد بنسال الاهلي هيكسب النهارده كام، مش الاهلي هيكسب ولا لا. وبيتهيالي انه السنتين اللي فاتوا دول حسسونا انه الاهلي ده راجع تاني بجيل جديد. معانا واحد من افراد الجيل الذهبي الحقيقه ونجومه، محمود شيكو، اللي غاب يمكن لفتره طويله جدا والنهارده بيرجع تاني ويظهر على شاشه نادي الاهلي، بيته طبعا. كابتن محمود شيكو، مساء الخير واهلا بيك. مساء النور يا كابتن. الحمد لله على السلامه. الله يخليك، الله يسلمك، وسعيد ان انا متواجد مع حضرتك وموجود في قناه النادي الاهلي. مبروك البرونزيه. انا عارف انك انت يعني يمكن بقى لك غايب عن مصر فتره، لكن خليني ابارك لك طبعا على فوز الاهلي ببرونزيه كاس العالم للمره الثالثه في تاريخه. مبروك لجمهور النادي الاهلي وجهازه وادارته. يعني هو النادي الاهلي دايما يعني مش جديد عليه، بس يمكن هو النادي الاهلي دلوقتي حاطط الناس كلها في حته معينه، اللي هي الناس بدات تطمع. يعني كل الناس دلوقتي بتقول احنا ليه ما ناخدش البطوله؟ فدي حاجه كويسه. طبعا انا شايف ان دي حاجه طبعا. من ذئاب الجبل للاهلي، مظبوط؟ في صفقه اعتقد تدخل فيها كابتن صالح سليم. لا، هو كابتن ولا صالح سليم قال جمله اتقالت، كان كابتن عدلي القهوه اللي حكى لي الموقف ده، يعني ان هو بيقول يعني في مره من المرات كده هو بيتفرج قال الولد ده كويس فجيبوه النادي الاهلي. فهي الصفقه حصلت تبادل مع كابتن محمد عبد الله نجم الاسماعيلي. المشوار كان طويل بقى شويه، من المقاولين للاهلي للاسماعيلي. بس انت كان عندك حلم اساسا انك انت تلعب في الاهلي؟ طبعا انا يعني انا اهلاوي من يعني العيله كلها اهلاويه، يعني والدي ووالدتي. يوم ما جالك خبر ان الاهلي عايزك في قمه سعادتي. طبعا كنت في قمه سعادتي، رحت انا ووالدي وساعتها مضينا على بياض. يعني كان والدي قال لهم ده ابنكم، ف دي حاجه يعني اي حد يتمنى ان هو يبقى موجود في. ايه اللي غير او ايه اللي اتغير في محمود شيكو في الفتره اللي لعب فيها للنادي الاهلي؟ يعني هتكلم معاك عن البطولات طبعا، وهتكلم انت جيل مميز جدا، انت لعبت مع باراكوتا ومع تريكا ومع حسن مصطفى ومحمد فضل ومحمد شوقي وسيد معوض اعتقد لعب، صح؟ مظبوط. احمد سيد النحاس واسلام الشاطر وشادي محمد كتيبه، يعني ايه جيل فعلا زي ما حضرتك كنت لسه بتقول. يمكن انا بدايتي انا اصلي يعتبر انا برضو يعني من قبل ما العب كوره من محبي وعشاق النادي الاهلي. ف يعني يمكن زي الجمهور. فلما كنت اول ما ابتديت ادخل النادي الاهلي كان في زي ما تقول خضه برضو كده، مع اني كنت بلعب في المقاولين بس يعني ما عادش في المقاولين كتير. وكنت وصلت المقاولين، انا يعني كنت وصلت في المقاولين مستوى ما شاء الله. يعني كنت يعني قعدت لعبت سنتين في الفريق الاول، بعد كده حصل انتقال. حظي كان كويس، انا شايف ان حظي كان كويس في الانتقال، لان كان النادي الاهلي ونادي الزمالك كانوا دايما الاثنين كانوا موجودين في معسكر، واحنا كان عندنا ماتش مع المقاولين والاسماعيلي في اسماعيليه. فكانوا بيتفرجوا، يعني حتى موقف اتحكى لي من شيتوس من وائل الرياض برضو، كان كابتن هادي خشبه معاه في المعسكر وبيتفرجوا على الماتش بتاعنا بتاع المقاولين والاسماعيلي. فالماتش ده يعني انا فوجئت بادائي اصلا. يعني كنت حاجه كده زي سوبرمان، انا كنت فوجئت، انا اتخضيت حتى ازاي انا كده كويس في الماتش ده. فشيتس قام مكلمني قال لي وانا بتفرج انا كابتن هادي خشبه، قال لي كابتن هادي خشبه قال له الولد ده هيجي النادي الاهلي. فكان الاداء حتى كان في مذيع تاني يوم وهو بيتكلم كان اتكلم برضه وجاب سيره اللي كان امبارح شفنا ان في فلان الفلاني كان ادى بمباراه كويسه. فنقلتي للنادي الاهلي بقى كانت مختلفه تماما. فالجيل اللي انا كنت اللي حضرتك بتتكلم عليه ده وانا كنت موجود فيه وانا مبسوط واتشرف ان انا كنت معاهم. يعني لما كنا بنبقى نازلين المباراه احنا فعلا او انا احساسي وانا شايف المجموعه دي شيكو، يعني اول ما دخلت الاهلي اصل انت بتتكلم برضو على سكواد يعني يعني كلهم عداوله. انا شايف ان يعني هي بتبقى انا شايف ان حظي كويس وفي نفس الوقت مش حلو لسبب. احنا زمان كان في موضوع الليبرو شويه، دلوقتي ما بقاش موجود. يعني انت في الوقت ده كان عماد النحاس صح ولا قبليه بسنه؟ قبليه بسنه. فانا كنت برضو لما مستر جوزيجي هو قال لا انت هتلعب في كذا مركز، في حته الجوكر دي انا كنت باديها. يعني انا كنت شايف ان فهي دي سلاح ذو حدين. يمكن اللي بيلعبها في مصر كويس شويه كان احمد فتحي، ف دايما كان يخليني العب في الاربعه اللي ورا، باك رايت، ديفندر. فدي انا كنت بحس ان انا مشتت. لكن هي دايما زي ما بقول لك سلاح ذو حدين.
ان انت تبقى كويس قوي مع الاهلي. الدوري ولا افريقيا كان الاول؟ لا بطوله الدوري. بطوله الدوري. الدوري احنا كنا حاسمينها، كانت محسومه من بدري. لو تفتكر كانت احتفلنا في الكليه الحربيه. فكنا حاسمين البطوله من بدري يعني. هوريك صوره كده ترجعك فلاش باك. شايف الصوره دي؟ بص انا الجيل اللي بقول لك عليه كان استاكوزا، احمد حسن استاكوزا، اسلام الشاطر، رامي عادل، شادي محمد، امير، رامي عادل، بلال، امير، كان حسن مصطفى، اسلام اهو كابتن اسلام الشاطر. فلا جيل عظيم. وانت مبروز نفسك ايه واخد جنب الدرع على طول؟ مع اني ما كنتش شايف الكاميرا يعني ان هي بتصور، بس يعني لا جيل. انا زي ما قلت لحضرتك كده اتشرفت ان انا كابتن عبد الصالح الوحش. طبعا 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 طبعا. وده بلال اللي جنب منك على طول صح؟ بلال. الناس شكلها برضو ما اتغيرتش قوي. شادي ما ممكن ما اتغيرش، وبلال ما اتغيرش، ورامي. واللي كان اللي فوق بلال ده كابتن عماد؟ بلال ولا حسن مصطفى تقريبا. حسن مصطفى؟ لا حسن مصطفى كان شعره طويل شويه ممكن يعني. بس في صوره لا هو بطولة. ممكن يكون حسن لان في صوره ثانيه انا كنت انا وشوقي وحسن فيها. حسن مصطفى بتهيألي هو اللي جنب استاكوزا اللي فوق. ممكن اللي وشه مش باين. اللي وشه بس شعره باين. ممكن شعره باين. بس فانا زي ما بقول لحضرتك ان انا كنت محظوظ ان انا كنت من الجيل ده. الجيل ده كنا انا يعني الفرقه لما كانت بتنزل اي حد كان بيبقى موجود. انا كنت دايما بيقولوا ان الفانيلا حمراء تقيله في الاول. جدا. يعني ايه الفانيلا الحمراء تقيله؟ لا ليها رهبه. ليها رهبه. ليها رهبه من كل الناس. يعني مقوله الاهلي فوق الجميع دي مش من فراغ ده بجد. يعني امتى حسيت انك انت ابتديت تكسر الرهبه دي وتخش مع النجوم دول؟ مين كان قريب منك؟ مين من اللعيبه الكبيره كان ليه دور مع محمود شيكو في البدايات؟ تعامل جوزيه معاك في البدايه كان ازاي؟ لا انا اول مباراه مع مستر مانويل انا ما كنتش عارف ان انا هلعب. فكنا راجعين من المنتخب الاولمبي. كان راجل تركيبته صعبه زي ما غريب جدا. حتى يعني هو طريقته وهو بيقول لي ان انا هلعب كانت غريبه جدا. يعني هو كنا راجعين من المنتخب الاولمبي وما كنتش عارف ان انا هلعب. وهو بيقول لي التشكيل، لقيت اسمي في التشكيل ووقف فجاه وقام حاطط دايره عليا وقال لي انا ما اعرفكش فارجو ان انت تعرفني بنفسك النهارده. بس فهو كان راجل بصراحه مؤثر جدا يعني على الكره المصريه. جبنا لك صوره ظاهر فيها حسن مصطفى اهو. حسن مصطفى وشوقي طبعا. شوقي حبيبي. وحسن برضو. انا بص برضو كنت ماسك الميداليه ازاي بس عشان هي كانت وقعت فعشان بس اظبطها يعني. بس ونزلت الماتش ده صوره جميله. قال لك ايه بعد الماتش جوزيه؟ اللي هو مستني اتعرف عليه. قال لي كويس جدا وفانتاستيك جيم وفرق. قلت هو كويس. الحمد لله يعني بدايه كويسه برضو. خلي بالك لما بتتحط تحت ضغط بتأدي بتطلع كل اللي عندك. مين اللي كان قريب من شيكو في الفرقه؟ كان شوقي وشيتوس. شوقي وشيتوس اقرب ناس ليك. وعموما الفرقه دي جو اوضه اللبس زي ما بيقولوا كده مش طبيعي. كان بركات بيعمل حاله رهيبه. كنت تحب ان انت تبقى تروح النادي عشان تتمرن عشان المجموعه كلها. كانت بتحب بعض بطريقه غريبه يعني زي المجموعه زي الجيل اللي موجود دلوقتي. ايوه هاخدك للجيل اللي موجود دلوقتي. يعني ابتدينا نحس انه الجيل بتاع بدايات الالفيه هو كان جيل يعني بالتاكيد يعني من اولا نقل الاهلي العالميه يعني مع وجود بقى الاهلي في كاس العالم وانه بدايات تحقيق اول برونزيه وفي الاول دي بيبقى ليها يعني طعم طبعا. احنا النهارده بنتكلم على البرونزيه عادي بس خليني اتكلم معاك على الجيل الحالي واتكلم معاك على التشابه بين الجيلين واتكلم معاك على موسيماني وجوزيه لانه الناس دايما بتحط الاسمين في مقارنه. بس هتسمح لي اروح لفاصل وارجع اكمل كلامي معاك. مره ثانيه برحب بحضراتكم في السادسه وبرحب بنجمنا النهارده ونجم حلقتنا كابتن محمود شيكو. برحب بيك مره ثانيه وقول لي انت كويس في موضوع الاصوات ده؟ يعني لما بتسمع صوت حد تعرف تجيب هو مين على طول ولا ممكن تواجه لو أزمة؟ بنتكلم كتير لا ممكن اعرف. وانت بتتكلم كتير مع الجيل بتاعك وفي تواصل بينكم لغايه دلوقتي ولا مش كلهم طبعا؟ مش بس كلهم. فيه لا فيه. طب هتسمع هو صاحب صوت مميز اكيد لانه هو كان لاعب مميز كمان جدا. قول الو كده وشوف هتعرف تجيب الصوت ولا لا. الو الو ايوه يا ابو حميد عامل ايه؟ مساء الفل. انا مش عايز اقول اسم. انا حاطط كابتن شيكو في تيست صغير كده وعايزه يعرف هيجيب الصوت ولا لا. طيب واضح انه الخط اتقطع. هنحاول نتواصل مره ثانيه. كان اقربها لك شويه.
واحد من مدافعين النادي الاهلي. عرفته بس كنت عايز اتاكد بس. هو جاي معاك يعني. طيب خلينا نشوف، نحاول نتصل بيه مره ثانيه. تابعت ازاي بقى ماتشات الاهلي في بطوله كاس العالم الاخيره، وايه اللي شدك او ايه اللي كان مميز جدا في اداء الاهلي من وجهه نظر كابتن شيكو؟ بص، هو الماتش الاخير الاهلي اداه بصوره ومستوى عالي جدا يعني. والله الماتش الاخير ده ظلم الماتش الاولاني برضه. يعني الماتش الاولاني برضو يا جماعه ماتش ما يتنسيش، ماتش للتاريخ يعني. ما يتنسيش. بس يعني كميه الضغط. طب قول الو تاني. الو، ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن احمد، ازيك؟ احمد السيد. كابتن احمد السيد، مظبوط مظبوط. كابتن احمد منور الدنيا. منورك يا محمود. ازيك، اخبارك ايه؟ كابتن شيكو طبعا منور اخويا طبعا الصغير. حبيبي يا كابتن. ذكريات ايه؟ مش عايز اكبركم قوي يا كابتن احمد، بس برضو يعني بقى لها فترة طويلة شوية. يا شيكو طبعا يعني من الشخصيات المحترمة اللي عرفتها في حياتي طبعا، بعيدا عن الكورة. أيوة. هو طبعا لعيب مميز جدا. جه الأهلي في فترة طبعا صعبة، كانت فترة انتقالية في يعني تجديد دماء للفريق. فكان كل لعيبة صغيرة، فمن الصعب تعرف تتأقلم يعني، كل لعيبة صغيرة فكل واحد بقى بيبقى شايل نفسه يعني. ما كانش في لعيبة كبيرة، أما اتصعدت كان في معايا لعيبة كبيرة، فالواحد بيبقى إيه يعني بياخد خبرات منهم، لكن كلنا صغيرين دي تبقى صعبه شويه. هو يعني قدر يثبت نفسه معانا، وفي ميزه هو شيكو مش في اي لعيب في مصر، بيلعب في اي مكان في الملعب. يعني شيكو لعب باك رايت ولعب ليبرو ولعب ديفندر ولعب في كل حاجه في الملعب. ايه اللي ما تنساهوش لكابتن شيكو بس بره الملعب؟ لا ده احنا كنت على طول بس بكسبه في البلاي ستيشن على طول. هو كان وحش شويه يعني، مستوى وحش في البلاي ستيشن يعني، يا ريت يكون اتحسن. بس ماشي تمام، مفيش مشكله. لا، هو كابتن احمد السيد كان في حاجه بس هو اكيد يعني هو فاكرها. كان في تمرين مستر مانويل جوزي كان بيعمله، كان تمرين مان تو مان، اللعيبه كلها كانت بتخاف تلعب عليه. كان في الموضوع ده هو كان يعني ما شاء الله كان بدنيا كويس، فكان بيطلع نمره واحد فيه. فهو مش عارف يفتكر. مين بيفكرك دلوقتي بكابتن احمد سيد وكابتن شيكو في سكواد الاهلي دلوقتي يا كابتن احمد؟ لا، هو شيكو عامل يعني اكرم توفيق شويه يعني. اكرم توفيق هو يعني عارف انت، كان مستر مانويل بيحب اللعيب تملي اللي هو يبقى لعيب بيلعب في كذا مكان. انت ممكن تعمل تغيير تكتيكي جوه الملعب، تغير بيه تكتيك من غير ما تعمل غير من غير حد من بره يعني. ايوه، فهو شيكو كان مميز في الحته دي، بيلعب مساك، بيلعب ليبرو، بيلعب باك رايت. قعد فترة لعب باك رايت طبعا، بس يعني هو عارف مين اللي خلط عليه في الباك رايت بالبساط بتاعته. مين يا كابتن احمد؟ هو عارف مين اللي كان بيدي الديل بلس. مين يا كابتن شيكو؟ قول يا شيكو. كابتن وائل جمعة. وائل جمعة. كابتن وائل جمعة. كابتن وائل جمعة كان يمشي والكورة ما لقيش حد، لو شيكو جنبه مسافة متر. ايوه، في ماتش يديله واحدة باص زانة، شيكو يقول له يا ابني انت بطن رجلك عايز تلج. ده في ماتش كنا بنلعبه في السودان، فانا كنت بلعب باك رايت ناحيه، فكابتن وائل المساك اللي ناحيتي يعني. ايوه، فالجو حر جدا هناك، فكل ما استلم الكوره افتح له الملعب باص قوي جدا، فاستلم تبعد، استلم تطلع من فوق، استلم قال له بطل رجلك عايز تلج. مستر مانويل جوزيه قرب كده ناحيه الخط، فنادى عليا قال لي شيكو، فانا بصيت له، فانا عارف ان انا مش كويس، فلقيته بيسقف لي بيقول لي فانتاستيك، فانا بسقف له قلت له تمام، قام عامل لي كده ومشي لف الطرف. بينفع التغيير؟ لقيت انا اللي بتغير بعد 20 دقيقه، انا اللي بتغير. احمد السيد قال لي انت صدقت ان هو بيسقف لك؟ ومين اقرب لك يا كابتن احمد؟ تالي ايمن اشرف يمكن يكون اقرب حد في ستايله لكابتن احمد سيد في الملعب يعني، ولا ممكن يبقى حد تاني برضه؟ او مغربي مثلا من اللي طالعين؟ ما ممكن مغربي شويه. مغربي. ممكن مغربي. ممكن ياسر ابراهيم شويه. ياسر. ممكن ياسر. طبعا هو دلوقتي طبعا في مجموعه مميزه جدا، كل الموجودين كويسين. يعني في ساعات بيبقى في هفوات كده من الدفاع، لكن هم الحمد لله ماشيين كويس. تبقى المشكله بس ان هو المكان ده محتاج انسجام شويه يعني، زي غير المهاجمين يعني، لازم المدافعين دول مع بعض مثلا 10 15 ماتش عشان ياخدوا على تحرك. طبعا طبعا. طب بالمناسبه دي خلينا نسالك، مين الدويتو اللي تراهن عليه في ماتش الهلال اللي جاي؟ هو شايف مين الانسب دلوقتي ماتش الهلال؟ هيلعب ياسر وعبد المنعم. عبد المنعم. وعبد المنعم بيقدم مستويات كويسه جدا، واعتقد هو يعني كسب ثقه المسؤولين في الاهلي والجهاز الفني، واعتقد ان هو يعني كون ان هو الاهلي يقطع عرضه ويرجعه،
يبقى محتاجينه في المكان ده ان اعتقد. شاء الله باذن الله. لا ده احنا محتاجينك هنا في الاستوديو بقى. لا ان شاء الله تنورنا قريب ان شاء تحت الله. امرك ان شاء الله تحت امرك. نسعد بيك دايما يا كابتن احمد. ومنور كابتن شيكو طبعا اخويا الصغير طبعا. حبيبي حبيبي. شكرا جزيلا كابتن احمد سيد نجم الاهلي طبعا. كان جامد يعني، يمكن الفتره دي المدافعين في الاهلي كانوا الحقيقه كلهم كابتن وائل جمعه كابتن احمد سيد يعني في لغه الكوره هي الكلمه بس. هو كان يعني سيرد باك رخم، كان من الرخمين يعني. لو لعب على فرود لا ما فيش ما بيلفش. مين يعني الرخم دلوقتي في مصر عموما يعني مش بس في الاهلي؟ عندنا مساكين. بص محمد المنعم البطوله اللي عملها دي بتاعت افريقيا ولا بطوله الاثنين؟ الاثنين يعني. فهو يعني ظهر بمستوى كويس يعني. فربنا يكرمه وهو يبقى يكمل. مين نجوم الاهلي؟ عشان انا احنا كنت بقول لك في الفصل ان احنا يعني كل مره بنخلي الجمهور يختار نجوم افضل ثلاث نجوم من الاهلي في الماتشات يعني. فهعلن نتيجه الماتش بتاع الهلال دلوقتي، الهلال السعودي، بس عايز اسمع رايك مين اهم ثلاث نجوم من وجهه نظر كابتن شيكو في ماتش الهلال؟ ماتش الهلال؟ ماتش 4-0 بالترتيب ولا عامه؟ يعني قولهم بالترتيب. نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثه. خد بالك، بص انا عايز اقول لك يعني ايا كانت الاسماء اللي هتقولها احنا كل ماتش بيبقى الثلاث نجوم ظاهرين قوي يعني. لما بيجي تشوف راي الناس بتبقى الثلاث اسماء، بيبقى في مثلا اربع خمس اسماء بس في ثلاث اسماء الناس مركزه عليهم. بص جدا. هو الفتره الماتش بتاع الهلال ده الفرقه كلها اسمائها يعني. لو دخلتوا على صفحاتنا انا هعلن النتيجه خلاص، فادخلوا ادخلوا على السؤال وشوفوا بنفسكم اجابات الجمهور بتاع النادي الاهلي، هتلاقي مفيش اجابه شبه الثانيه ومفيش اسم بيتكرر يعني. في طبعا اسم او اتنين كانوا متصدرين قوي، لكن كل الفرقه تقريبا اسمائها دخلت في التصويت. بالظبط. بس يمكن هي مصر كلها ابتدت تتكلم على احمد عبد القادر. مصر كلها بتتكلم عليه. ايوه، لان هي نوعيه لعبه بتميل شويه للناحيه الهجوميه يعني، زي كده ابو تريكا. فمصر كلها يعني لعيبه كوره او بيحبوا لعيب الكوره. فهو يمكن مصر كلها هتلاقي مختاره احمد عبد القادر من ضمن الثلاثه دول. طبعا انا اختار عمرو السوليه. تمام. واحمد عبد القادر وممكن بالترتيب كده عبد القادر والسوليه، ولا السوليه وعبد القادر؟ لا ممكن عبد القادر وبعدين السوليه. التالت يعني هو ما بين اتنين، بس انا اختار محمد هاني يعني. محمد هاني. يعني ممكن. طيب كان يبقى حمدي فتحي بس محمد هاني. قبل ما اقول النتيجه، انت في حاجات رشقت فيك مع الجمهور تمام، وفي حاجات كان ليك اختلافات فيها. هقول نتيجه الجمهور طبعا بعد اختيارات كابتن شيكو، بس نقول الو تاني ونعمل تيست لحاسه السمع عندك ونشوف الصوت ده جاي منين وبتاع مين. ماشي. الو يا شيكو يا نجم. ايوه. ما جابش ما جابش، بس مش الصوت مش واضح لسه. ما جابش. الو، علي صوتك شويه. طيب اديله واحده فيها لونجر شويه، فيها طول شويه كده يمكن يجيب. وحشنا شيكو. مسمار نص الملعب. اينو اينو على طول. ازيك يا اينو؟ ازيك يا شيكو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كابتن اينو مساء الفل. حبيبي حماده، اخبارك ايه؟ منور الدنيا. سعيد ان انا موجود معاك طبعا، وبتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك. سعيد انا طبعا يعني شيكو معاك، وبتمنى له كل التوفيق من الناس المحترمه. انا الكبار. انا هو كان لعيب كبير. طبعا. انا بالمناسبه قبل ما اسيب كابتن شيكو معاك، عارف انك هتنورنا الاسبوع اللي جاي يا حبيبي. ده شرف ليا ان انا اكون موجود معاك حبيبي كابتن ايه. ربنا يخليك. موجود في بيتي طبعا. طبعا طبعا النادي الاهلي طبعا، واللي ياما دايما احتفلت في القناه بكل البطولات، ودايما الحمد لله الحمد لله بخير ان شاء الله. دايما ده بيتنا الكبير يعني. اللي جاي احلى باذن الله. ان شاء الله باذن يا الله يا رب يا حبيبي. ان شاء الله كابتن شيكو معاك. ازيك؟ لعبتوا مع بعض في الملعب يعني؟ لعبنا مع بعض وضد بعض. لعبتوا مع بعض وضد بعض. انهي اسهل، تلعبوا مع بعض ولا ضد بعض؟ لا الاسهل احنا نبقى مع بعض. مع بعض اسهل. ازيك يا اينو؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني. الحمد لله ربنا يخليك. اينو من اللعيبه اللي اثرت في مصر عامه، سواء في النادي هنا او هنا. ده شخطه ميسي. انت بتهزر ولا ايه؟ الموضوع ده اتشهر هو بيه قوي. لا بس ليه طبعا اجوال طبعا يعني ما تتنسيش طبعا. هو ما شاء الله. بس هو يمكن طلع مره فعلا قال، انا سمعت له تصريح ان ما بقاش في حد بيشوط فعلا دلوقتي. يعني فعلا الموضوع ده قلل شويه. هو كان بيتميز بالتصويبات القويه يعني اينو. هو لعيب طبعا هايل، بس انا بتكلم على كانت برضه من ضمن الحاجات المميزه عنده موضوع التصويب ده. غير بقى ان هو شخصيه يعني الناس كلها بتحبها بصراحه يعني.
حبيبي حبيبي شيكو، ده انت شرف لاي حد حبيبي والله، الله واتمنى يخليك، لك كل التوفيق. ربنا وعايز يخليك. اقول لك احمد الشيكو يعني كان ناحيه تدريبيه بقى يعني مهضوم حقه زي ما بيقولوا، وبتمنى ان انا اشوفه طبعا ان شاء قريب الله كده يعني في ان شاء فرقه الله. كبيره، وده حقه على فكره. وشيكو تاريخ كبير، وكابتن طبعا من ابناء نادي المقاولين العرب، ولما جه النادي الاهلي طبعا خد بطولاته وكان اضافه للنادي الاهلي. فشيكو من الناس المحترمه بره الملعب كمان، فبتمنى له كل التوفيق، وقريب ان شاء الله اشوفه في فرقه ان كبيره شاء في الله الدوري الممتاز. حاجه صغيره كده بره الملعب يا كابتن اينو، انا عارف انت بالذات يعني دونا عن الناس كلها بيبقى دايما ليك التريكات اللي هي بره الملعب دي، يعني حاجه صغيره كده عن كابتن شيكو لا شيكو على فكره من عايز اقول لك معسكر هو هنا، من اوضه لبس هنا. ركز ما عينه بلاش بس. المعسكرات عشان الحاجات دي بتوصل. ركز. لا بس شيكو عايز اقول لك اللي هو دمه خفيف جدا، وبره الملعب يعني من الناس اللي انت تحب تقعد معاها. عارف انت لما كنا بنتجمع في الاوضه في المعسكرات عشان انت عارف جو الملل بتاعت المعسكرات، فكان في شله كده دايما تقعد معاها. فشيكو من الناس اللي هي ما ينفعش تبقى في قاعده وشيكو مش فيها، فاهم؟ لازم هو يديك في، لازم يديك واحده كده. فمن الناس اللي هي ايه بتأثر المسافات زي ما بيقولوا، بيضيع الوقت يعني. فشيكو من الناس اللي دمها خفيف جدا بره الملعب يعني. كان مستر جوزيه علاقته ايه بشيكو؟ لا هو كان كلنا الراجل بيعاملنا يعني بشكل كويس وبشكل محترم، بس يقوله بقى لو حد قلب عليه يعني. ايه دي المشكله؟ هو لسه شيكو كان بيحكي لنا واحده فانتاستيك دلوقتي. ماتش المحله باين ولا لا، كنا في السودان، كنت في في ماتش السودان. السودان. انت ماتش المحله ده جبت فيه جون بتهيألي صح؟ كنا كان ماتش من الماتشات الصعبه الماتش ده كان يعني يعتبر الماتش ده كان الماتش ال 13 مكسب للاهلي ورا بعض، فالماتش ده يمكن علق شويه مع الناس ان هو كان من المكسب ال 13 ورا بعض، الاهلي فضل يكسب 13 مباراه ورا بعض، فهو الماتش ده كان كده يعني. هنعمل ايه في السودان يا كابتن اينو؟ لا ان شاء الله زي ما اللعيبه عودوا الجمهور دايما ان هم يفرحونا، ان شاء الله هنكسب بامر الله وهنروح تاني كاس العالم للانديه، ودي البطوله المحترمه. هو الهدف دلوقتي من انك انت تكسب بطوله دوري الابطال مش انك انت تحقق اللقب، لكن انك انت تروح كاس العالم. يعني حسيت الناس النهارده ما بقتش مهتمه قوي بدوري، احنا عايزين دوري الابطال عشان نلعب في كاس العالم مش عشان دوري الابطال نفسه. لا ان شاء الله بطمنهم اللي لعيبه النادي الاهلي رجاله، وفي المواقف الصعبه كمان بيبانوا ان شاء الله باذن الله. وعارف الكلام اللي انا بقوله ده، فان شاء الله بامر الله نفرح زي ما فرحنا الموسم اللي فات بالبطوله، نفرح السنه دي ان شاء الله وتتكرر تاني بقى ونروح كاس العالم تاني ان شاء ان الله. شاء الله باذن الله ان شاء الله. والهدف والله دلوقتي كمان يعني خليني اقول لك بصراحه انه الناس كانت بتحب بس الاهلي يشارك في كاس العالم ويا سلام لو رجع بحاجه، لكن النهارده كمان الناس بقى عندها هدف اكبر الحقيقه. الطموح ان شاء يعني الله ان عارف شاء الله. الطموح دايما بيزيد، انت من الاداء اللي الجمهور بيشوفه ومركز متقدم ثالث عالم ومش اول مره ثالث عالم، خلاص انت بتدي احاق ويعني حاجه كويسه عند الجمهور وطموح اللي لا احنا نقدر نروح ابعد من كده ان شاء الله، هنبعد نروح لنقطه اكبر من كده، فان شاء الله نفرح الموسم اللي جاي ان شاء الله. كلمه توجهها لكابتن شيكو بقى وهو معانا النهارده في سادسه. بقول له انت وحشني جدا، بقالي كتير ما شفتوش عشان هو كان مسافر الفتره اللي فاتت، وبقول له انت وحشني جدا وقريب ان شاء الله نتقابل. شاء وانا الله. بشكرك يا احمد طبعا ان انت يعني خليتني اكلم شيكو، كان بقالي كتير ما كلمتوش، وبتمنى لك كل التوفيق طبعا هنا ده يسعدنا دايما في كابتن بيتك ايهو. يعني يسعدنا ان شاء الله. يسعدنا دايما. سعيد اللي انا كنت موجود معاك، وبتمنى لكم حلقه جميله. الله يخليك، ميرسي يا كابتن اينو، ميرسي جدا. ماشي حبيبي. ميرسي يا حبيبي، كتر خيرك. طيب نروح للثلاثه الافضل. الجمهور اتفق معاك في افضل، انا هقول لحضراتكم دلوقتي افضل ثلاث لاعبين في مباراه الهلال السعودي، المباراه اللي تالق فيها. وانا قلت لحضراتكم وانا بطرح السؤال من اول يوم انا واثق انه اختياراتها هتبقى صعبه جدا، تقريبا سكواد الاهلي بالكامل مفيش اسم من لعيبه الاهلي غاب عنها، لكن المركز الاول وبجداره اتفق فيه جمهور النادي الاهلي مع كابتن محمود شيكو. كان احمد عبد القادر نجم المباراه في مباراه في ختام مشوارنا في كاس العالم للانديه برصيد ثلاث نقاط ضافهم على رصيده. وفي المركز الثاني جه نجم الاهلي المدافع المهاجم، لانه في المباراه دي الحقيقه قدم مستويات مبهره على في الناحيتين دفاعا وهجوما، ويكفي انه صاحب الهدفين الاول والثاني في المباراه ياسر ابراهيم نجم دفاع الاهلي. وفي المركز الثالث علولو بعد منافسه قويه جدا 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 مع عمرو السوليه اللي اختاره طبعا كابتن شيكو، ومع اليو ديانج، الثلاثه دول اتنافسوا بعنف لغايه الامطار الاخيره على المركز الثالث، لكن بفارق كبير بفارق قليل قدر علي معلول انه يحسم النتيجه لصالحه عشان تكون النتيجه عبد القادر وياسر ابراهيم وعلي معلول. وبكده ارقام حضراتكم اللي اديتوها في الثلاث ماتشات، بالميراس او مونتيري في البدايه كان نجم المباراه
محمد هاني، في المركز الثاني رامي ربيعه، في المركز الثالث علي معلول. ماتش بالميراس كان نجم المباراه حمدي فتحي، في المركز الثاني عبد القادر، في المركز الثالث اليو زانج، وختمنا بالهلال عبد القادر وياسر ومعلول. يعني صاحب اعلى رصيد من نقاط في بطوله كاس العالم كان احمد عبد القادر الصاعد الواعد، اللي الحقيقه قدم مستويات اكتر من رائعه، ونتمنى ان شاء الله لسه عنده كتير. عبد القادر لسه عنده كتير، متفق معايا في الحته دي انه الولد ده يعني كمان لو رجله اتحطت في الملعب لو قدر يعني. طيب قبل ما اسمع ردك على ده قول الو برضه. الو كابتن شيكو حبيبي، مساء الخير عليكم يا كابتن شيكو، استاذ احمد الجميل. انا مش عايز اقول الاسم بس انا برحب بيك طبعا، يعني بس ندي له فرصه كده. استاكوزا استاكوزا صح كده كابتن احمد حسن، اهلا بيك يا ابو حميد. ازيك يا احمد اخبارك؟ لا والله بص والله. هو الراجل ده رغم غيابه الطويل لكن ما شاء الله يعني الناس ما تتنسيش، حبايبه كتير حقيقي على طول اتصال مع بعض يعني. استاكوزا من الشخصيات الجميله اللي تحب تتعامل معاها يعني، قبل ما يكون لعيب كوره شخص ممتاز يعني مؤدب ودمه خفيف جدا. انت كده بتحرق لي بقى. لا انت كده بتحرق لي عشان انا لو شكرت فيك يبقى برد لك. لا بجد هو شيكو من الناس الجميله. اولا انا يعني بشكر القناه ان هي خلتنا شيكو، واتمنى ان هو يبتدي يظهر تاني لاني انا شايف ان هو مقصر مع نفسه قوي، ومن حقه ومن حق الناس ان هي تشوفه لان هو كان في جيل كبير نادي كبير، حاجة أي واحد يحب إن هو يتشرف بيها. فأعتقد إن شاء الله بإذن الله دي تبقى بداية إن إحنا نشوفه يعني. وعندي بس تعليق بسيط، أنا مستغربه. اتفضل يا كابتن أحمد. ده مش شيكو يا أستاذ أحمد. يعني شيكو قاعد هادي؟ لا. لا. يعني ده ما يعني ما تخلوش يطول ده يعني، ده لو طول أحسن مشكلة. لا احكي لي بقى. يعني هو في ماسك كده صح يا كابتن أحمد؟ في ماسك كده كتير. لا في كتير بس طبعا في حاجات ما ينفعش تتذكر، لكن انا يعني احضرني موقف كده بسيط لشيكو. طبعا هو شيكو من الناس اللي هي دمها خفيف قوي ووجودها مهم قوي في المعسكرات، يعني المعسكر ما يبقاش ليه يعني طعم من غيره. يمكن كان في حد طبعا اساء الاختيار في ان هو يرخم على شيكو ويبتدي يستخدم الجل بتاعه يعني كل يوم يوميا، وهو يلاقي الجل بتاعه ناقص وكده، فكان حصل بينهم بعض موقف كده. فاتفاجئنا تاني يوم ان شيكو حاطط الجل كله كده، واللي هو يعني فورتيه كله يعني. فبدانا نستخدم الجل وكله بقى مبسوط، وبعدين يعني احنا اتفاجئنا ان هو كان واخد الجل بتاع الالتراسونيك بتاع العياده بتاع الدكتور ايهاب وحاطط اللعيبه كله استخدم من دايت. وفي ناس فروه راسها يا كابتن شيكو. لا هو اللعيبه كانت دايما عارفه ان انا اللي يعني كنت بجيب جل كده الصبح، كان بعد التمرين بتاخد شاور وتحط الجل وتروح. فكان استاكوزا وكان شادي محمد هما اللي يعني ما هو خلي بالك هو يعني هو بان طيب، بس الفكره بتاعتهم هما الاثنين. قال لي يا ابني انت بتجيب الجل ما بيقعدش، فكل شويه اجيب ما بيقعدش. قال لي طب انت تروح العياده وبعدين وخد الجل الازرق اللي بيتعمل بيه الالتراسونيك. بس فابتديت احطه وكله شغال. كله شغال. اللي اكتشف الموضوع ده بركات. الجل مش طبيعي ملمسه. وقال لي فحكيت له لان ده ما ينفعش ما تحكيلوش لان هيعمل فيك حاجه. بالظبط. شكرا يا استاكوزا. شكرا. متشكرين على المداخله. انت عايش لكام سنه يا كابتن احمد؟ كابتن احمد لسه معانا؟ طيب واضح انه احنا فقدنا اتصال. بشكرك طبعا كابتن احمد حسن استاكوزا. خليني اخلي معاك بقى كوره شويه بعد ما قلنا اختيارات الجمهور. شايف ماتش الهلال ازاي وشايف فرص الاهلي بعد المستويات؟ طيب كابتن احمد رجع لنا مره ثانيه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد. لا خالص والله. لو تحب تقول اي حاجه لشيكو قبل ما نختم يعني اتفضل. طبعا يعني انا كنت عايز برضو اتكلم في حاجه كده ليها علاقه بشخص شيكو نفسه، يمكن الموقف ده اول مره يسمعه بعيدا عن الحاجات اللي هي ليها علاقه بالحاجات الفاني وكده. ليه موقف معايا انا شخصيا ممكن هو بنفسه ما يتذكروش. اول مره اقوله له يعني انا كان اتذكر اول يوم ثاني يوم ليا في النادي الاهلي، كان طبعا كان في نهايه السيزون واغلب اللعيبه كانت خلاص يعني بتخلص السيزون واغلبهم كانوا خلاص اللي هو بقى اتعاقد مع نادي او حاجه. وكان انا لسه جاي من فريق درجه اولى، فكنت مشدود في الملعب او في التمرين، وهم كانوا لسه الدنيا كان خلاص بقى كله بيفنش. فحصل موقف بيني وبين لعيب وانا كانت علاقتي بشيكو مش قوي يعني. فهو كان موقفه معايا علاقتك بشيكو مش قوي يعني ما تعرفوش بعض قوي ولا علاقتك؟ لا علاقه يعني كان لسه معرفتي بيه من بدايتي اول ما رحت النادي الاهلي، يمكن كان اول تمرينتين تمام.
فكان حصل المشاده بين اللاعب دوت وبيني، طبعا انا مش هذكر اسمه، فاللعيب بدا يتكلم معايا بشكل اللي هو انت ليه مشدود قوي وكده يعني، فحصل تاتش ووقف شيكو معايا اليوم دوت، يعني كان خلاني خدت عنه فكره ان هو فعلا شخصيه محترمه، لان انا كنت محتاج ده ساعتها. يمكن الموقف ده هو ممكن نفسه هو ما يكونش متذكره، بس هو ايه يعني بما اننا بنذكر عن حاجات عن مميزات شيكو، فهو شخصيه محترمه وانا سعيد لظهوره، واتمنى ان هو ان انا اشوفه تاني يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد. والحقيقه يمكن شهاده كابتن احمد دي اتكررت من نجوم كتير جدا في نادي الاهلي، يعني واضح انه يعني محبه الناس طبعا دي بتبقى نعمه كبيره جدا من عند ربنا، لكن يعني برضو في ظل وجود منافسه في فريق كبير ورغبه في انك انت تبقى، وطبيعي ان كل واحد بيحب نفسه ونفسه ينجح ونفسه يبقى الاحسن ونفسه يضمن مكانه، مع وجود روح منافسه بتبقاش العلاقات، لكن في اوضه اللبس الاهلي بتهيألي غير. وواضح كمان انه كابتن شيكو كان محبوب زياده عند كل الناس، يعني الحقيقه ما حدش لما قلنا ان شيكو طالع معانا كل الناس الحقيقه يعني بتحبك جدا، بكلامك بجد والله مش مجامله على هوا. لا هي زي ما قلت لحضرتك، هي المجموعه اللي كانت موجوده او اي حد بيدخل النادي الاهلي هو بيتكسر، بيبقى في حاجز دايما، انت بس بتبقى مشدود شويه، لكن انت لما بتتعامل وبتتعامل بطبيعتك مع كل الناس فبتحس ان الناس كلها اخواتك جوه. يعني رجعت مصر واستقريت خلاص؟ ان شاء الله. انت ابتديت تدريب في الامارات صح؟ قعدت سنتين في نادي الوحده. وقررت تكمل مشوارك التدريبي هنا في مصر باذن الله؟ يعني ربنا يسهل كده ان شاء الله وابدا هنا. طيب خليني اسالك سريعا بقى، عشان احنا يمكن الكلام على الكوره ما كانش كتير، بس رايك ايه في ماتش الهلال اللي جاي في بدايه مشوار الاهلي وفرص الاهلي في التتويج السنه دي ببطوله بطوله دوري ابطال افريقيا؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك، هو النادي الاهلي دايما ما يتخافش عليه، النادي الاهلي دايما يعني معودنا على المكسب. الجيل ده بيفكرك بالجيل بتاعكم؟ لسه زي ما قلت لحضرتك ان الجيل ده كسكواد متكامل بالناس اللي موجوده بره، يعني انت دلوقتي اي حد بيبقى من المجموعه بتدخل ما بتحسش مين بيلعب، مين اساسي مين احتياطي. موسيماني عنده المقاومات اللي يكرر بيها مشوار مانويل جوزيه؟ ده انا دايما يمكن كنت بقولها ان ده الوريث الشرعي لمستر مانويل جوزيه. كابتن محمود شيكو نورتنا وشرفتنا وسعداء انك انت رجعت مره ثانيه لبلدك وظهرت على شاشه الاهلي، بيتك طبعا ومكانك ومطرحك. بشكرك جدا على وجودك معنا. ربنا يخليك، واتمنى تكون استمتعت معنا وقضيت معنا وقت لطيف. انا يعني اتشرفت ان انا كنت موجود مع حضرتك وموجود زي ما انت بتقول يعني في بيتي النادي الاهلي، ومبسوط ان انا كنت مع حضرتك. كل التوفيق ليك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا مره ثانيه، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. والحلقه بكره هتبقى السادسه على شاشه الاهلي بلون ازرق، نطرح على حضراتكم فيها ملف فريق الهلال السوداني من الهلال السعودي للهلال السوداني، الأهلي يواجه الأبطال، دايما هو ده قدرنا. وهنتكلم الحقيقة على كل مواجهة ومناسبة الأزرق في الأزرق، لأنه الهلال ده أزرق والهلال ده أزرق. سموحة متقدم على الزمالك لغاية دلوقتي 2-0، الزملاء بلغوني ولسه فاضل يمكن دقيقة في عمر المباراة. على كل الأحوال نتمنى موسم ساخن، مش عايزين نبقى بنلعب ولا نغرد خارج السرب، عايزين منافسة، وعايزين كل ما المنافسين يبقوا يعني في أحسن مستوياتهم ده بيخلينا نطلع إحنا كمان أحسن ما عندنا، وده في النهاية في مصلحة الكرة في مصر ومصلحة المنتخب المصري. بكرة إن شاء الله نفرد ملف الهلال ومواجهة الأهلي والهلال السوداني إن شاء الله يوم الجمعة. بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير، نتقابل دايما على شاشة الأهلي إن شاء الله.